مساء الخير. كأن قدر بيروت ألا ترسو على مرفأ الأمن والأمان، كأن جمالها اليوسفي جعلها ترمى في الجب مرة تلو أخرى، وما من يعقوب ليبكيها سوى عشاقها، وما من ريح تحمل عطرها سوى وجوه شهدائها ودخان الحرائق. أصواتنا مختلطة بعويل الثكالى، وحبرنا ممتزج بدم الشهداء، لكن كما يمكن لعشبة طرية أن تصدع جداراً، يمكن لكلمة طيبة أن تبلسم جرحاً وتكفكف دمعة. لأجل ذلك هذه الحلقة الخاصة من بيت القصيد، بيت المبدعين العرب، تحية لكل بيت ولكل أسرة، تحية لبيتنا كلنا، أعني عاصمتنا الحبيبة بيروت. وقبل البدء، عزاؤنا لمن فقدوا أحبة، ودعاؤنا لجرحانا والمصابين جميعا، وانحناءة قلوبنا للأمهات الملتاعات. يشاركنا هذه التحية ضيفانا العزيزان الفنانة تانيا صالح والكاتب المسرحي والناقد عبيد باشا. أهلا وسهلا ببيت القصيد. تانيا، سؤالي الأول لحضرتك، لحظة انفجار المرفأ وين كنتي وشو الحالة اللي عشتيها؟ أنا كنت بالبيت، أنا بيتي ببيت مري، وسمعت الانفجار كتير قوي، وحتى حسيت إنه دفشني شوي لورا. رغم بعد المسافة. سمعت أول شيء أول ضربة. كانت قوية، بس تاني ضربة كانت مبينة إنه أبداً منا شغلة صغيرة، ودغري ركضت على التليفون لأطمن عن ولادي، لأن ولا واحد منهم كان بالبيت. وكانوا اثنيناتهم جايين على الطريق البحريه، فكنت بس بدي اعرف انهم بخير. هذا كان اول شيء فكرت فيه. اهم شيء الله يخلي لك اياهم. وانا بدي كمان اعزي كل اهل الشهداء، ما بعرف اذا لازم سميهم شهداء لانه ما نقوا يموتوا، يعني الناس اللي توفوا. لا، شهداء يعني توفوا، شهداء الفساد، الاهمال، اللي بدك. استاذ عبيد، وانت كنت ببيتك بشويفات كمان، شو الحالة اللي عشتها لما سمعت الانفجار؟ أنا يعني شوية ملكت حالي، لأنه من بعد ما سمعت الانفجار الأول سمعت أصوات طائرات، فقلت أنا بلشت الحرب، يعني لأنه نحن كنا بجو بأنه في اشتباك يعني بين مقاومة وبين إسرائيل على ما حدث في سوريا. وقت طلع الانفجار الثاني وبلشت يعني نزاحة البناية مثل ما بينقال مطرحها، قلت بأنه في شيء أكبر بكثير من أنه من اشتباك. بس بقيت براسي فكرة بأنه في طيارة قطعت وزتت شيء في مكان ما، فيما بعد عرفت بأنه البور يعني، وزعلت كثير، زعلت كثير. معلش، ولا بدي طول شوي صغيرة، زعلت كثير لأنه نحن يعني فيما حدث خسرنا حربا من دون أن نخوضها، لأنه الفكرة الأساسية بالصراع مع إسرائيل قائمة على معطيان: مرفأ بيروت والمصارف. تآكلت منظومة المصارف، أنت أكيد شفتهم أنت كنت بالمعتقل وقتها. يعني هو صراع على الدور. بالضبط، صراع هيك. على الدور حتى بيننا وبين هالعدو. بالضبط هيك. مرفأ حيفا، مرفأ بيروت، مصارف لبنانية. أنت كنت بالمعتقل، بس أنا وقتها شفت المصارف الإسرائيلية عم تموت لحتى تقدر تصرف شيكل بالمناطق اللبنانية، واللبنانيون رافضون لهذه العملية. جميل. تانيا، هذه الحلقة تحية لبيروت. بيروت مش بس كعاصمة لبنانية، كعاصمة في إنسانية، عاصمة ثقافي وانفتاح وفن وإلى آخره. شو معنى بيروت بالنسبة لإلك لما ينقال بيروت قدامك؟ يعني بس كن عايش فيها بتفكر إنه بيروت شيء عادي، بس تبعد عنها بتعرف قيمتها، وبتعرف بتصير تلاقي الاشياء الحلوه اللي فيها، مثل انه هيدا من اقدم المدن المأهوله بالعالم يلي مرق عليها كثير، وهيدا المرفأ صار له هون اكثر من 5000 سنه قبل المسيح، يعني ما انه شيء جديد. هيدي مدينه قديمه كثير وفيها كثير كثير تاريخ مهم مرق عليها، وفعلا هي عاصمة ثقافية للعالم العربي كله من أول القرن الماضي. أنت غنيتي شبابيك بيروت، صح؟ لما عم نشوف يعني إذا ما كنا بالحي مباشرة وكلنا تضررنا بناياتنا وبيوتنا وإلى آخره، بس حتى اللي ما تضرر عم بيشوف على التلفزيون أبواب مخلعة، شبابيك طايرة، عفش بيوت. طبعا الأولوية للضحايا، للجرحى، للإنسان، ولكن منظر البيوت هيك طاير، ذكريات الناس، أغراضهم،
شو يعني شو انا ما اكتفيت اني شفت هالاشياء على التلفزيون، ثاني يوم ما قدرت الا ما انزل شوف مزبوط شو صار. يعني شيء كثير 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 قاسي انك تشوف مدينتك نصها بالارض، كلها ازاز، كل المدينه ازاز، وهيدا شيء. وانك تعرف انه في ناس بعدهم تحت هالانقاض ما بنعرف شيء عنهم. كيف اذا انا عندي حدا خسرته وكيف بقدر نام؟ كيف بقدر نام اذا بعده ما ما يعني تلاقي حالنا محل الامهات، محل الاباء، محل شيء في مناخ. في انا بعرف يعني من خلال من من عند اهلي، الناس اللي بتكبر مع اغراضها بتصير مثل الغراض. يعني الناس بتصير مثل الغراض، ما بتعود تميز حالها عن اغراضها. وقت بتشوف غرضك برا بتحس حالك برا. وقت بتشوف بيتك على الارض، يعني انا بعرف كثير ناس بطل عندهم بيوت، كانوا قاعدين بال، انا كنت يعني اقول لهم بانه قاعدين بمحل كثير غالي وغني، بس بطل عندهم محل بهذا المحل اللي كثير غالي. استاذ عبيدو، انت كتبت كثير لبيروت، يعني شعر واغنيات وبيروت اللي قال عنها عمر الزعني قبل عقود من الزمن، زهره في غير الوانها. معنى بيروت لك، وانت ابن بيروت وعشت كل ما مر على هذه المدينه العاصمه. انا ولا مره ابو دالي ولا مره كنت متشائم، يعني في عايشي في هذه المدينه. مره واحده انقرصت، مره واحده بس، لا اكثر ولا ب 82 حين رايت الناس هاجي على الضيع تبعها. بهداك الوقت اكتشفت بانه انا ما عندي ضيعه، يعني ضيعتك ضيعتي، ضيعت رفيق مثلا ضيعة. بس اكتشفت بانه ما عندي ضيعه، ما عندي الا هالمدينه. واكتشفت بانه عميق معنى علاقتي بهذه المدينه تنطلق من هذا الاعتبار. يعني هاي المدينه بيتي، وهاي المدينه انا عشت فيها كل مراحل حياتي. وللاسف الشديد يعني من انا وصغير وبسمع جملي على البل على الـ على الاذاعات، وبسمعها على التلفزيونات، مع انه التلفزيونات كانت كثير قليله، كنا نتفرج على التلفزيونات ببيوت الجيران. ان لبنان على مفترق طرق، من انا وصغير وبسمع بانه البلد على مفترق، بعدنا على مفترق طرق. الطرق. نحن جيل استاذ زاهي ما عاش الا حروب، يعني لذلك هلا يعني الكتاب بين ايدي اسمه اجزاء ناقصه من حروب زائده، لانه جيلنا جيلنا نحن كتاب بين ايديك عم تشتغل عليه، كتاب خالص يعني اجزاء ناقصه من حروب زائده، لانه قد ما كتبت تطلع الحروف بالحروب اكثر بكثير من الشغلات بدك تكتبها. فكتبت اجزاء ناقصه من حروب زائده لانه الحرب، الحرب جزء من حياتنا. وكنت عم بقول لك انه انا مش متشائم، انا متفائل بعدني لحد هذه اللحظه. عندك امل ثانيه مثل 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 الاستاذ عبيدو؟ عندك يعني امل او بصيص بوسط كل هالمعمعه اللي نحن فيها؟ عندي بصيص امل لما اشوف هالشباب اللي كانوا اللي شفتهم على الطريق عم بيساعدوا شباب من جميع المناطق. على فكره ركام. هيدا الحلو، مش بس انهم شباب وصبايا، انه من جميع المناطق. يعني بتشوفي اللي لهجته جنوبيه، اللي لهجته شماليه، اللي بيحكي فرنساوي بس، بيحكي انجليزي بس. بتعرف انه شبابنا كل واحد شكل للاسف، بس كلهم كانوا على الارض وكلهم عم بيساعدوا، كلهم من كل قلبهم، كلهم بدون مقابل، وكلهم ما ناطر شيء. طيب. هيدا الامل. هلا كل واحد شكل، مش للاسف كل واحد شكل، هذا حلو هالتنوع، هيدي ميزه، احد عناوين. انا بقول للاسف، لانه بالنسبه لي ما بيعرفوا تاريخهم بطريقه موحده، ما عندهم فكره موحده للوطن. هيدا للاسف من هالناس. انا مع ما يكون عندهم فكره، لانه يمكن احسن. بس انا يعني بشوف هالشيء على ارض الواقع قديش حلو، يعني مناخ التضامن بين اللبنانيين باللحظات الحرجة. بتجي على المنصات التواصل الاجتماعي استاذ عبيدو بتشوف شيء ثاني، بتشوف حرف داحس والغبراء، وين الحقيقة؟ هذا يعني شيء انا ما بفتش على الحقيقة بهاي المحلات. هاي المحلات ابدا ما فيك تلاقي فيها الحقيقة، وهاي المحلات وجدت لكي يقول بعض من لا يتسنى لهم التواجد ولا باي محل، يعني بينه يتواجدوا يعني بين الناس، بصيروا بيقولوا اراء، يعني بصيروا بيقولوا اي شيء. هن ما بيعرفوا ابدا بانه عم يوتروا، ما بيعرفوا ابدا بانه عم بيزرعوا حقد وسم وكراهيه واللي بدك اياه. هن ما بيعرفوا، بس هاي مواقع التواصل الاجتماعي موجوده لهذه الغايه، لانه فكره مواقع التواصل الاجتماعي هي في الرد على علاقه لم تكتمل، هيك بلشت. علاقه لم تكتمل. زوكربيرغ جرب يعمل علاقه ما قبلت البنت، فقرر يقصصها، قعد كل الليل لاخترع هذا النظام وفضحها بالجامعة. يعني هاي المعنى تبع حضور مواقع التواصل يعني الاجتماعي، يعني كأنه معنى فضائحي برأيك. هيك بتشوفي مواقع التواصل بأشياء معظم الوقت؟ إيه يعني أوقات بنزعل، يعني خلص ما بقى بدي يكون على التليفون أصلا، شو العيشة هاي؟ هيدي بتزعجني الفكرة. وتاني شيء كمية الكره الموجودة، شغلة مش منيحة نحن فينا نستوعبها، بس الجيل الصغير ما بعرف كيف فيه.
يعيش مع هيك شيء. حضرتك يعني يمكن اصغر سنا مني ومن عبيد واكيد بس عشتي الحروب اللي جزء كبير من الحروب اللبنانيه ومن المآسي اللبنانيه. هذه المره يعني هذا الانفجار في المرفأ بشو بيختلف برأيك؟ يعني خصوصا أنه قد يكون على الأرجح نتيجة الإهمال والفساد إذا لم يكن مدبرا. يعني وصل الفساد إلى محل أن يقتلنا في بيوتنا؟ هيدا هو الخطورة فيه. الخطورة فيه زي هو أنه نحن حتى لو كان بمدبر على يعني مش أنا وياك بس أنه النظام اللي موجود بهالبلد، الفساد اللي موجود بهالبلد خلى أنه هيدا الشيء يصير حتى لو كان مدبر. يعني إذا حدا بده إياها إجته من الله الخبرية لحتى سيغير فينا شيئا هذا الانفجار. أنا أفضل يكون مدبر. نعم أنا شخصيا أفضل يكون مدبر، ما يكون إيه، لأنه ما بالأخير ما لازم يعني حفلة هبل أو حفلة فساد تقضي على ثلاثة أرباع مدينة وعلى بور المدينة. تفضل يعني بتكون الشغلة إلى معنى أكبر، بتكون إلى معنى على الأقل بأنه والله في عدو استهدفنا، روح نص المدينة وروح البور. بس هبل وفساد هاي شغلة لا تغتفر أبدا. أستاذ عبيدو، غير الحزن على الشهداء وعلى الجرحى وعلى البيوت والأسر المنكوبة اللي هو حزن عميق وغميق وبيخلينا كلنا نفكر بمصيرنا ومصير أولادنا وبيوتنا وإلى آخره، بس هل سيغير فينا شيئا؟ يعني هل هو ما جرى مرحلة مفصلية بتاريخ لبنان وبحياة لبنان؟ أنا رأيي لا، للأسف الشديد. يعني لأنه اللبناني نسى. نعم. كيف مشى اللبناني نسى كمان، دغري بينسى اللبناني، دغري بيدور حياته على ضوء المعطيات. نعم. الراهنة اللي صايرة. نعم. يعني هلأ أوكي، أنا بالنسبة لي أمام احتمالين، عندي البور تدمر، يا بدي أوقف قدام البور وأبكي عليه وخزق بتيابي، يا أما بدي أمحض نفسي الأمل بأن أبنيه أجمل. بعد عنا الإرادة والقدرة اللي عشناها كل سنوات الحروب، يعني كان بتشوف الإزاز مكسر بالقصف اليوم، تاني يوم الصبح تشوفي صاحب المحل أو البيت عم بيركب إزاز جديد أو نايلون. عم بيحط نايلون. بعد عنا هذا الجلد وهالإرادة اللي عم يحكي عنها أستاذ، موجودين ببقعة جغرافية حكم علينا نعيش بهالطريقة من كتير زمان، فبالجينات صارت موجودة انه اوكي بنرجع بنقوم. شفت هيدي التيتا اللي كانت مصورينها كمان بمواقع التواصل عم بتدق على البيانو، بيتها حواليها كله بالارض عم بتدق على البيانو. هيدا هو الشعب اللبناني، وفي قدرة على الخلق غريبة عجيبة بكل الميادين، بكل الميادين. في صورة بديعة. بديعة. انا السيدة اللي عم تعزف. لا يا ريت، حطتني امل فظيع. الممرضة يعني. باص نازل على بيروت، نازل حتى يشارك بعمليات التنظيف، وال موتورسيكل الواقف قاعد عليه شاب صغير كثير حامل مكنسة، نازل بالموتورسيكل تبعه بدش شمال على بيروت حامل مكنسة من البيت لساهم. هاو الناس اللي بيقولوا لك تفضل استاذ زاهي، هاي كمية أمل حطها بالجزدان تبعك. رح نسمع يعني شاركنا بالتحية لبيروت عدد من الفنانين والأصدقاء اليوم. خلينا نسمع يعني الجزئين، نسمع الجزء الأول من هؤلاء الأصدقاء الفنانين اللي حبوا يعني من حبينا نحن يشاركونا في هذه التحية إلى بيروت. عزائي ومواساتي لكل اللبنانيين، صبرا جميلا إن شاء الله. شكرا لبنان، شكرا، لقد نقشت في قلبي ذكريات سنوات من مواجهات حب على عدة خشبات مسارح كبرى ومنابر إعلامية حرفية عظمى. شكرا لك على كل شيء، على جمالك وعلى نكهتك العربية الأنيقة المنتشرة في العالم. بيروت العاصمة الوحيدة اللي نزلت في مطارها سبقتني دموعي. بيروت التقيت فيها أجمل الأصدقاء وأجمل الذكريات في أجمل الأماكن. بيروت أعطتني أجمل الأوقات مع أجمل صحبة، أعطتني أصدقاء بعتز بيهم، أعطتني الفرصة إنه أوصل فني. بيروت أعطتني حب، أعطتني دروس حياة وأصدقاء عمر. بيروت، آخ يا بيروت، بيروت عطتني المحبة، عطتني الحب، عطتني الألفة، عطتني الطمأنينة، عطتني إنه هي ست الدنيا، عطتني التعايش الإسلامي المسيحي، عطتني اللا طائفية، عطتني تعدد الطوائف الصح، عطتني إني حب كل الناس وكل الناس تحبني.
إني غار على مصلحة أولاد بلدي وعليا، مش غار منا ولا من أولاد بلدي. شكرا بيروت. بيروت هطنها التاني لأنها ياما عدت بأزمات كتير قوي أكبر من دي ووقفت تاني على رجلها. بيروت هتنهض لأنها وسط أخواتها وأهلها اللي عمرهم ما هيسيبوها. بيروت هتنهض لأنها عاصمة من عواصم الفن والجمال اللي ياما تعلمنا منها كتير. بيروت رح ترجع ولازم ترجع لأنه أهل لبنان أهل بيروت قلبهم بوسع الدنيا، ولأنه الاستسلام ولا مرة كان خيار عندهم. بيروت هترجع أفضل من الأول لأن أبنائها قادرون على إعادة البناء. بيروت هترجع أفضل من الأول لأن شعبها محب للحياة. سوف تعودين لنا أقوى بنضالك الفكري. بيروت إمنا، بيروت بينا، بيروت أختنا، بيروت خينا. بيروت إذا بدنا نبكي نبكي بقلبها وبتتحمل وجعنا. من خجلتي منك ما إلي عين حط عيني بعينك وقل لك شي، بس بدي أقول إنه عندي أمل، بدون أي سبب عندي أمل إنه رح ترجعي سيدتي العواصم، ورح ترجعي عاصمة الحق والخير والجمال، ورح ترجع كل الدنيا تنادي لك يا ست الدنيا يا بيروت. يا ست الدنيا يا بيروت وصديقنا رفيع علي أحمد وكل الفنانين اللي شفناهم، يعني غريب هذا الرهان الدائم على قدرة بيروت على تجاوز الموت، المحن، الخراب. من يعني من وين الرهان؟ من وين هالأمل؟ استاذ زاهي، تاريخ اللي قدر يطلع من الاجتياح الإسرائيلي تبع 82، واللي قدر يطلع من الغزوات الإسرائيلية المتكررة. عم بحكي عن بيروت اللي هي عاصمة لبنان، وقت نحكي عن بيروت نكون عم نحكي عن لبنان. اللي قدرت تقاوم، اللي رجعت تعيد صياغة مقاومتها، اللي عادت بنت حالة، اللي طلعت من 5 زلازل مدمرة. هلأ موجود في 5 طبقات، موجودة تحت 5 طبقات بيروت. اللي قدرت تطلع، مش نحن، التاريخ بيأشرنا بيقلنا بأنه هالمدينة سوف تعود مجددا لكي تقف على قدميها. اللي هترجع توقف على قدميها، ما بتقدر ما توقف على قدميها. لفتك هل يعني عند كل اللي حكيوا من أصدقائنا المبدعين، يعني في رسالة أمل، في يعني كل متمسكين بالأمل وبأنه بيلفت هالشيء. طبعا بتحس كتير محبوبة، محبوبين اللبنانية كشعب، ومحبوبة البلد كتير، مش بس العرب، مش بس أصدقائنا، مش بس يعني هول العالم حقيقيين عم بيقولوا شعور مزبوط. تسمعوا مين ما اجى على لبنان بيقول لك ايه، وانت بتكون قد ما بتعرف اوقات في علاقه حب وكره مع المدينه كمان. لا. تكون انت اوقات طالع لهون واسه معك، بيجي حدا من برا بيقول لك كيف عم تحكي هيك، ليكي هاي وليكي هاي، وشوفي هون وشوفي هون وشوف. بعدين بترجع انت بتقول مزبوط، ما فيك تنكر، هيدي مدينه فضلها كثير كبير علينا، مزوقه، محبه، حنونه، بشعه، حلوه، بتصرخ وبتحن وبتقبلك مثل ما انت. يعني غريبه. وهلا بس بدي اقول لك شغله، واقول لك شغله استاذ عبيده، انه كل الوقت عم نقول ما بدنا هالبلد، بدنا نفل، بس تصير المصيبه بنصير متعلقين اكثر واكثر. كل مصيبه بتعلقنا اكثر واكثر. يعني اذا لاحظت الاستاذ رفيع علي احمد صديقنا بتركيا عم بيصور بعروس بيروت، يعني مسلسل لك المفارقه، لاحظت شكله وحزنه. يمكن لو كان هون ما كان، يعني اكيد المسافه، قالت لي استاذ زاهي، بس تكون جوا انت بتحس بالخطر بمقدار اقل. يعني رفيق بالحاسس بالخطر بمقدار كثير كبير، لانه المسافه بترسم كمان، عم بيشوف من بعيد. بالضبط هيك. بيروت جزء من طريق الحرير استاذ زاهي. ولانها جزء من طريق الحرير سوف تبقى. ها وحده اثنين، قال البابا بولس الثاني اللي انا بحبه كثير، يعني قال شغله في بغايه الاهميه، وهي شغله انا على طول بكررها على طريقتي الخاصه. لبنان حاجة للآخرين، منه حاجة للبنانيين. لو كان حاجة للبنانيين كانوا نتفوه من زمان للبلد، زتوه بالبحر. حاجة للآخرين. ليش حاجة للآخرين؟ بأي معنى؟ أول شيء يعني بيروت، خليني بلش بحكي شغلة بالسياسة. يعني
لبنان ضمل في خاصرة إسرائيل. ماش عم تحكي بالعسكر هلأ أنا. ليش؟ لأن لبنان يمتلك نموذجاً على طول يشار إليه حين يقال الإسرائيليين بأنه عملوا حل مع الفلسطينيين، بيقولوا له ما فينا نعيش نحن وياكم. يأتي الجواب بأنه ما تفرجوا، ما في نموذج على كتفكم، مش عامل تعايش مع فئة، عامل تعايش بين مجموعة كبيرة هائلة من الفئة ومستفيد من هذا التعايش والتداخل والـ 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 والانصهار. أنا ما بحب كلمة تعايش. كرمال هيك دايماً إسرائيل حريصة على أنه تضرب هالتنوع اللبناني وتخلق فتن وتساهم طبعاً بهالفتن. بيروت على بعدين بيروت مختبر كانت عم تقول شغلة بغاية الأهمية تانية، عم تحكي عن علاقة الآخرين ببيروت لأنها مختبر على مختلف الصعد، مختبر على الصعيد الثقافي، هي فيترين ثقافي ليس فقط في العالم العربي، في العالم فيترين ثقافي، هي مختبر على الصعيد الاجتماعي، وهي وقدمت نماذج على الصعيد الاقتصادي ولو انها يعني وقعت في شر بعض السياسات الماليه على ما يردد اللبنانيون في هذه المرحله. هاي مدينه قدمت نموذج مختلف ومتقدم على صعيد العالم، وهيك مدينه محكومه بالحياه. حلو انه نكون محكومين بالحياه وبالامل مثل ما قال سعد الله والنوسي ومن ما. هل التضامن العالمي مع بيروت تانيا مش بس من دول وحكومات وسياسيين، معظم فنانين العالم نجوم الكبار المشاهير اجانب وعرب يعني كتبوا على مواقعهم على صفحاتهم دعوه للتضامن مع بيروت والتبرع لاجل بيروت واهل بيروت اللي اصيبوا. شو تفسيرك لهذه الظاهره؟ بروباغندا قوية يعني. هيك ضربة أول شيء لحالها بتجيب شعور وتعاطف من العالم، فكيف إذا الميديا بالعالم كله كتير دوت على أحيانا في حروب يعني طاحنة عم بتدور بمنطقتنا وببلادنا ما بتستدر هذا التعاطف وهذا الانشغال العالمي. أنا ما في مخلوق على الكوكب بعرفه ما اتصل فيه، وأكيد أنت زيت الشيء وأنت زيت الشيء. هاي ما صارت بعد ولا مرة، يعني في كمية تضواي عليها كتير كبيرة. وكمان أنا منيح اللي فتحت الموضوع، عندي مشكلة كتير كبيرة بأنه كيف نحن هلأ عم بيضوا علينا كشحادين. نحن مش شعب شحاد، نحن مش شعب نستجدي عاطف أو مستجدي من حدا. نحن متسولين. مش متسولين، بس للاسف عندنا طبقه سياسيه متسوله ممنوع نقبل انه ينقال عنا يعني. وبلا ما نجيب سيرتها احسن استاذ زاهي وحياتك على الغالي يعني. خليني اكمل انا الفكره اللي متفقين عليها. هذه مدينه تمتلك معناها وهي كريمه بحيث انها وزعت هذا المعنى على العالم العربي وعلى بعض الاجزاء في العالم. لذلك منتبهين لكل العالم، لذلك كل الناس اللي بيحبونا شالوا التليفون وطمنوا على المدينة قبل ما يطمنوا علينا. شو حدود الدمار في المدينة؟ شو حدود الخسائر بالمدينة؟ بعدين سألونا كيفكم، لأنه سمعوا صوتنا وتأكدوا بأنه نحن بخير بالحد الأدنى من خلال سماعنا لصوتنا. نعم، اسمحوا لنا هيك نتوقف نسمع مقطع من عمر الزعني وهو يغني بيروت وترامواي بيروت، ونتوقف مع استراحة سريعة من بعد عمر الزعني ثم نتابع هذه التحية من بيت القصيد إلى بيروت. بيروت زهرة في غير أوانها، بيروت محلاها ومحلى زمانها، بيروت يا حينها ويا ضيعانها، في ذباب على إمها شبابيك بيروت عم توعى محلى، وبيوت فوق بيوت شو ما عملت برحلة، عايشين فيها سوا كل مين عشبكو معنا كل العمر بزهور وشوكو. شبابيك
تانيا صالح، شبابيك بيروت، ليش غنيتي شبابيك بيروت؟ لأنه قلت لك من قبل في علاقة بهالمدينة، علاقة كره وحب، مش بس حب، يعني بتحبها كتير وبكرهها كتير بكتير أوقات. فكان جابالي أقول هالشي، بس طبعا بطريقة مشلبنة، يعني بطريقة حقيقية قد ما فيه يعني، وأذكر الأشياء الحلوة اللي فيها كمان. كل العشاق بيتبادلوا الحب والكره أحيانا باللحظة نفسها، تبقى مزيج هو الكره. هل لا تزال بيروت، ومثل ما قلنا قبل شوي أستاذ عبيد وحضرتك كتبت بيروت بأشكال مختلفة بمناسبات مختلفة، يعني برمضان بيروت صندوق فرج كبير، مش هيك؟ بيروت يا بيروت يا قصة صندوق فرج كبير. بيروت رح بتضل للأيام عروسة الأمير، الخضر عبابة عم بيكتب كتابة، مطرح ما بدك روح، بيروت هي الروح لما تناديها، بحرة إلك بلوح، مرحة مرحة، جيبوا الطرحة جيبوا الطرحة لبيروت، مرحة مرحة، خلوا الفرحة تملي الدنيا من بيروت. هذا إمتى؟ ب82. نعم. وقت كانوا الإسرائيليين محاصرين بيروت وعم يدكونا دك يعني. إذن يعني مهما كانت ظروف قاسية، مهما سقط من شهداء، مهما دمرت بيوت، سنستعيد هذه البيروت إلى حياتها حكما. نعم. أنا بقول لك حكما من دون تردد، لأنه كمان بتذكر شغلة، يعني أنا بتذكر أنت قلت لي أنه كتبت كتير، مزبوط كتبت كتير، كتبت شغلات حزينة عن بيروت. نعم. كتبت بأنه بيروت حزينة، مدينة سودة وحزينة، بيوتها بيوت بعيدة وشوارع عيون وبحرة شريط ملون بلوان جديدة، وعفر تراب أرضها عفر تراب مدينة سودة وحزينة. هاي كمان ب82، بعدين صارت بيروت يا بيروت حسب الحالة والمرحلة، وتخطينا الفكرة بأنه تخطينا كل هذه الحالات وأعدنا بناء هذه المدينة، وهي ساعدتنا في إعادة بناء نفسها هالمدينة، عندها القدرة بأنه تحط إيد لحتى تعيد بناء نفسها. فبالتالي إذا بدي أقرأ بس اللي كاتبه أنا واللي كتبته تانية أو اللي كاتبه أنت بالقصايد تبعك عن بيروت، أنا أكيد بأن بيروت سوف تشد ثوبة على جسمها من جديد، وسوف تقوم على قدميها من جديد، وهذا كلام منه بالهوى أبدا. تاريخيا بيروت ملهمة يعني للشعراء للأدباء، كتب عن بيروت الكثير. طيب. يعني من نزار قباني ومحمود درويش ويعني ما بدي عد أسماء هلأ، يعني ما في ابن مرة ما كتب، ما في ابن مرة ما كتب. هل لا تزال بيروت ملهمة؟ طبعا كتير، مش شوي. في كمية جمال، في ذوق، في محبة الناس، الناس هي بفتكر اللي بتعمل المدينة أول شيء، وفي ذوق وفي خلطة هاي الحضارة يلي هي خلطة هون وهون وهون وكذا شغلة. نعم. مثل بهارات مشكلة تبولة، في ذوق، في ذوق، ذوق بالتعامل، ذوق بالحياة، حب الحياة. نعم. هيدي قصة حب الحياة أوقات أنا بتزعجني، لأنه في لما بتصير كليشيه، لما بتصير شعار يعني ممجوج بس. نعم. هي فعلا فعلا هيك. طيب يعني اسمحي لي قبل ما كمان اسال يعني بموضوع بيروت والالهام، بدي اقول هالثلاث ابيات للشاعره العراقيه الكبيره لميعة عباس عمارة. ليك شو بتقول عن بيروت؟ بتقول: قصيده انت يا بيروت مبهمه، ما قالها شاعر لكن تخيلها، أراد معجزة في الفن خالقها، فلما من أجمل الأشياء أجملها، وصب من روحه في ناسها ألقا، وحين أكملها صلى وقبلها. حلو كتير لميعة عباس، مع أنه أنا ما بحب الشعر، الشعر العمودي الموزون، بس شيء حلو يعني صار الحداثي. أنا بحب سر هالإلهام، يعني لم يكتب لعاصمة بعتقد يعني قد ما كتب لبيروت بمراحلها المختلفة، سواء لما كانت آمنة مطمئنة يمكن بمراحل أو بالحرب، أو لأنه مدينة ما بتخاف من الآخر. نعم. يعني ها الميزة الأساسية بأنها لا تخشى الآخر، وقت بيجيها شخص من برا بلاقيها دغري بأنه فتحت له إيديها للمدينة، بحس بنوع من الأنس وبحس دغري بالتاريخ بلش يتسرب على كمام قميصه وينزلوا على على ايديه، وما بيعود يعرف كيف بده يلقط هاو الشغلات بايديه، وبس يوصلوا على اطراف اصابعه بتبلش اطراف اصابعه تنبض، وبس تنبض بلش تطلع الشغلات. طيب هل قدر ان ترمى يعني دائما في الجوب؟
يعني هالجمال اليوسفي أنا سميته بالمقدمة. حلو المقدمة كتير حلوة. هالمدينة هالعاصمة اللي طردت الاحتلال الإسرائيلي مدحورا مذلولا عم بمكبرات الصوت ينادي جيش الاحتلال يا أهل بيروت لا تطلقوا النار إننا نحن راحلون غدا بالفصيح. ايه؟ أنا سمعتهم نحن راحلون غدا لأنه فاتت سيارة على عيش بكار سيارة عسكرية بكامل عتادة وعسكرها واختفت السيارة ما عادوا لقوها فاتوا الإسرائيليين على عيش بكار خربوا الدنيا ولك سيارة اختفت السيارة فبلشوا يدوروا بالله أنا كنت واقف على التلفزيون جهة التلفزيون بلشوا على تلت خياط أنه يا أهالي بيروت ما لا تطلقوا النار علينا رجاء نحن راحلون غدا وتاني نهار كانوا بلشوا ضبط ويبدو انه صار اتفاق يعني بالليل على انه يردوا لهم السياره مع هل تدفع ثمن بيروت يعني ثمن انها قالت للاسرائيلي لا رفضت العصر الاسرائيلي لم يعني لم تستسلم للزمن الاسرائيلي طبعا اكيد طبعا وبعدين وهالمنطقه اللي موجوده فيها اللي هي الطقس حلو نحن عنا أكل طيب عنا ناس طيبين حلوين عنا مثل ما بيقولوا كمان كليشيه الجبل والبحر فرد ساعة بلد بجنن خضرة ريحة أرض حلوة في مليون شغلة منيحة وهلأ طلع لك كمان بترول شو بدك أحسن من هيك نحن لما بنقول بيروت بنقول لبنان يعني بيروت عاصمة لبنان عاصمة لبنان ويعني موجز أحوال لبنان إذا بدك يتجلى في بيروت نحن نكرر بيروت بس تعال بقلك هذا الكلام للناس اللي عم بيقولوا ليش هلأ عم ينحكى عن بيروت حين نكرم بيروت نكرم لبنان طبعا حين تتهدد طبعاً. العاصمة أخطار يتهدد لبنان أخطار التي تتهدد العاصمة صحيح ونحن يعني لما نقول بيروت مثل ما تفضلت منقول لبنان لبنان تاريخيا وبيروت مشروعية وجوده فيها جانب ثقافي يعني دور ثقافي لهذه المدينة وهذه العاصمة تعرف معظم الشعراء العرب مروا من بيروت الكتاب الرسامين إلى آخره هل لا تزال بيروت تلعب دورا ثقافيا محوريا في المنطقة شو مشكلة بيروت استاذ بالاضافه لانه عم تاكل قتل لانه يعني اخر عاصمه عم تقاوم السطوه الاسرائيليه على المنطقه اخر عاصمه بانها لا تشبه عواصم الاقليم كل ما جرى في السنوات الماضيه هو محاوله لاقلمه بيروت على معايير المنطقه انه ليش بده يكون في عنا بالاخير مدينه بده عنا بلد ما بيشبه البلدان الاخرى يتمتع بحريات واسعه على صعيد الحريه الشخصيه على صعيد حريه النشر على مختلف الصعد يعني ولماذا تتمتع هذه العاصمه بهذا النظام السياسي الحر هلا شو بدك بالرجال اللي بيقعدوا بالاوض تبع النظام السياسي يعني تتمتع بنظام سياسي ما هو موجود ولا باي عاصمه بعاصمه اخرى اراد الاخرون ببيروت ان تتشابه والمدن الأخرى إلا أنها لا تزال حتى هذه اللحظة تقاوم التشابه وتقاوم فكرة أن تكون على صورة المدن الأخرى لذلك عم تدفع أثمان غالية صحيح وما في شيء ما له ثمن أستاذ زاي كل شيء له ثمن صحيح عندك إضافة لا بس كثير مزبوطة عم بيقوله أستاذ عبيدو لأنه مش بس كمان مشكلتنا هي انه اسرائيل عندها أطماع فينا مشكلتنا انه الأنظمة العربية ما بدها البلاد تصير مثلنا هذا اللي قالوا عم بيقولوا عبيده بطريقة غير مباشرة فهذا مهم كمان ما لازم ننساه يعني نحن مش بس عندنا مشكلة مع اسرائيل عندنا مشكلة بالجيران الباقيين ان كان عرب او مش عرب بقى لازم نشوف كيف نتعامل مع هالقصة لمصلحتنا فيها شيء من مصلحتنا يعني كأنه النظام الرسمي العربي ما قدر يتحمل مدينة هالقد حرة وهالقد متنوعة بالضبط هيك بالضبط ليش واحد بده يلف ودور يعني من أي سنة عمر الزعني بالخمسينات يمكن قبل 30 يمكن قبل شوي هلا هاي بعد هو وليد هذيك المرحلة هل قدرها دائما أن تكون زهرة في غير أوانها إيه بس بتطلع بترجع بتطلع هاي الزهرة اللي بغير أوانها بترجع تطلع بأوان تانية بآنية تانية يعني بوقت تاني ما بيكونوا العالم عاملين حساب بأنه بتطلع بهذا بتطلع تخلق المفاجأة بطلعتها هاي المفاجأة اللي ما حدا بلعها هذه مدينة مفاجأة هذه مدينة عبارة عن مجموعة من الطوابق
منا بطابق واحد، ما بدون اياها بطوابق. يمكن بقدر ما السياسي ظالمي بحق بيروت، عم بحكي سياسة الاقليم وسياسة الدول وسياسة الساسة عندنا بلبنان، قد ما المثقفين والفنانين والثقافة والفن تحتفي مثل ما قلنا ببيروت، ما نسمع كمان تحيات من اصدقاء وفنانين الى بيروت. بيروت حكاية تخطف الأنفاس وتسرق العقول. بيروت ستنهض لأنها قصائد الشعراء، ستنهض لأنها نجمة البلاد. ماذا أصابك يا لؤلؤة المتوسطة؟ ألامك هي ألامنا وجراحك هي جراحنا، فمهما صار بيروت سترجع كما كانت، سترجع أفضل مما كانت. تلك المدينة العظيمة قدمت لي شخصيا خدمات لا تنسى حين أوصلت أعمالي الإبداعية إلى أماكن بعيدة جدا عن طريق دور النشر الكبرى التي احتضنت تلك الأعمال. شكرا بيروت. بيروت كالألماس، مهما غطاها السواد تبقى براقة لامعة وجميلة، صلبة وقوية. انهضي بيروت. جلل مصابك يا بيروت يبكينا، يا أخت بغداد ما يؤذيك يؤذينا. لنا كل الأمل فيك، لنا كل الأمل في شعبك القوي، في شعبك الذي برهن في كل مرة أنه قادر على أن يواجه كل الصدمات وكل الأزمات. لا شك أن ما أصاب بيروت قد ترك غصة في القلب. بيروت الفن والثقافة والجمال، بيروت السلام، بيروت التي منحتنا الكثير ومنحتني على صعيد شخصي الكثير أيضا، حيث كانت محطة انتشار لبلوغ القارئ العربي في كل مكان. كل مرة كنت بروح فيها بيروت من القاهرة بحس إن أنا رايح من القاهرة للقاهرة، عمري ما حسيت بأي غربة في شوارع بيروت، دايما بنحس بالسلام والطمأنينة. بيروت بلد الفن والجمال وكل حاجة جميلة. من عقود وكل نهارات بغداد وأيامها الجديدة والحياة الجديدة تبدأ بصوت فيروز. بيروت أهدتني أجمل أصدقاء. خالص التعازي لأسر الضحايا وأصدق الأمنيات للبنان بغد أجمل يليق بصورة لبنان في وعينا. شكرا لبيروت وشكرا للبنان اللي احتضنتني في بدايتي وعملت فيها أجمل حفلات وغنيت فيها أجمل أغاني، ولغاية دلوقتي متشرف بصداقتي بفنانين كبار جدا في لبنان وتعلمت منهم كتير جدا. لأنها الجمال، لأنها الطيبة، لأنها المسالمة، لأنها سحر الشرق، ستعود بيروت. جرحنا كبير بيج، بس إن شاء الله راح نفرح ونشوفك تجاوزت الأزمة. بيروت مدينة لا تشبه أي مدينة أخرى، لا في صمتها ولا في توهجها. بيروت ستنهض بعشاقها. من مختلف يعني البلدان العربية عم نشوف يعني هذا الحلو انه في يقول انا شهادة، هني عم بقولوا شهادات. تفضل. يا ديني علم ديني اللي اسمه بيروت، ان حبيتها بابا بيفتح لك على بيتها وبيتها جنيني. يا عيني اجمل ما فيها شربيني، عالدايم دوم بتحكيني وحكاية بتجر حكاية عن بيروت عن بيروت عن بيروت. وستبقى بيروت يعني عاصمة بإذن الله للحياة وللحب وللفرح وللجمال رغم هذه المأساة وكل يعني رغم الحزن على الضحايا والشهداء اللي مكرر أنا باسم بيت القصيد وباسم فريق العمل باسم الضيفين الكريمين وكل الضيوف اللي مرقوا باسم الميادين العزاء لأهالي الشهداء والدعاء الصادق للجرحى وللمنكوبين بالشفاء العاجل أيا كانت الحالة، يعني كان جرح نفسي أو جرح جسدي. تانية مشاهد كتير شفناها
يعني باليومين الأخيرين من وقت الانفجار لليوم، الممرضة اللي عم تحتضن مواليد جدد، السيدة المتقدمة في السن عم تعزف بيانو بقلب الركام، العاملة الأجنبية اللي ركضت لتشيل الطفلة قبل ما تفوت، الأب اللي عم بيخبي ابنه يمكن تحت المجلة بخزانة أو بخزانة. يعني شو المشاهد الأكثر تأثيراً فيك اللي رح تبقى بصمة بذاكرتك وبوجدانك من اللي مر علينا بالأيام الأخيرة؟ كل هول اللي قلت عنهم أثروا، ما بفتكر بينتسوا أبداً يعني. بس أكثر شيء اللي هو وقت نزلت على الأرض وشفت مزبوط الشباب اللي كانوا حاملين مكانسوا اللي عم يكنسوا بدون مقابل، بدون ما حدا يطلب منهم، هيدا المشهد اللي ما رح أنساه، وهيدا اللي عم يعطيني الأمل. سيز عبيد، أنا مشهد برا مش هوني. بنت كويتية عمرها 3-4 سنين شافت الانفجار على التلفزيون فعملت مناحة، وقعدوا على تقريبا تلتين الساعة يهدوها ويقولوا لها بأنه هاي مدينة بترجع بتعمر حالها. حتى على صعيد العلاقة بالأطفال، هاي المدينة بتعني كثير للناس، لأنه هاي المدينة عندها القدرة بأنه تقدم ريحتها، تقدم نفسها للآخرين. ما في داعي ابدا تستعمل كلام لحتى تشكل لغتها، لغتها جاهزه، لغتها منها وفيها، بس الواحد يحط منخاره عليها، بس يحط راس صبيعه عليها دغري بتوصلوا للمدينه. بهذا المعنى كل المشاهد اثروا فيي الى درجه بانه انا كنت كل ما اشوف مشهد حس حالي بانه انا عباره عن تلتين الكره الارضيه اللي هن مي، لانه الكره الارضيه تلت يابسه والتلتين. كل ما اشوف مشهد المشاهد حس حالي بانه انا التلتين المؤلفين من المي، يعني حس حالي بانه انا خزان من الدموع. نعم. على وشك بانه يبقى ثم انه امسك حالي، لأن الامل على طول بيسبق الشغلات السيئه. يمكن بمقدار ما حزننا على الكسندرا هالبنت اللي عمرها 3 سنين استشهدت وبوجه الصبوح حر العزاء لاهلها، بنفس الوقت في مولودتين تسموا بيروت، مولودي بلبنان ومولودي بفلسطين. الأهل أطلقوا على هالبنتين الجدد اللي جايين على الحياة اسم بيروت. أداب بيعني لك كلبنانية كعاصمتك بيروت أن تصير اسم يعني لأطفال لناس لبشر؟ طبعا شيء كثير بيعني لي، وشيء بخليني حب اني جاي من هالمنطقه اكثر. بس كمان في شغله زاهي، يعني حلو انه في هالقد محبه، بس كمان نحن بدنا نعرف نحن كشعب كيف بدنا نرجع نبنيها. هل رحنا احنا اللي عم نعمله هلا مزبوط؟ اللي انعمل فينا عاطل جدا وفاشل جدا، بس نحن كشعب اللي عم نعمله لازم نعمله مزبوط مره واحده وخلص، لانه ما بقى نحمل نحن خاصه جيلنا، ما بقى نحمل ضربات بكفي هالقد. يعني ضروري كثير نعرف كيف بدها ترجع تنعمل هالمدينه. هو بمقدار ما ضروره محاكمه المسؤولين عن هذه طبعًا الجريمه الكبرى طبعًا المجزره، بقدر ما كمان يعني الشعب اللبناني اذا ما تطهر من المشاعر الطائفيه والمذهبيه مش رح نعرف خلاص. هذا جيل منه طائفي. انا بعرف كثير منيح، لانه انا الشباب اللي عم يجوا من كل المناطق طبعا غير هيك. انا بعرف، انا خليني يعني اكون شخصاني كثير فيما يتعلق بهذا الموضوع بالذات. يعني انا عندي ولدين، الله يخلي كل الله يخلي لك اياهم. انا جوزت ولدين مدني. لانه كريم اخذت من غير طائفتها، وطارق اخذ من غير طائفته. بي الامه السيد ابو عبيد الباشا، الزمير الباشا اللي ما بيقرا وبيكتب، اللي انا كنت عامل له حساب وقت بدي انزل خبره وقول له بانه الاولاد تجوزوا، قلت له تجوزوا من غير طائفتهم، قال لي بيحبوا بعضهم، قلت له نعم بيحبوا بعضهم، قال لي الف مبروك. هذا الجيل منه بجونا ابدا، منه بجو ناس يعني مجويين وقلعطين. نعم. واقفين على قاعده من النتنه اللي انا ما عاش فيه طيقه يعني بالمره، واللي كل مد بنشوفها بالمحل وبنشوفها بالمحل بطريقه مدروسه مش بطريقه عفويه. نعم. لو كانت بطريقه عفويه كنت بخاف، لانه بطريقه مدروسه هاي الشغلات ما بتخوفني ابدا. نحن امام جيل لا طائفه ما بتهمه ابدا يكون مسلم او مسيحي كذا لاخره، مع احترامه واحترامنا للاديان، ليس بوصفها اديانا، بوصفها منصات لحضاره كبرى. الاسلام حضاره والمسيحيه حضاره والاديان الاخرى منصات لحضارات، منهم اديان، وهذه الاديان لا تدعو الى التقاتل والى التنابز على الاطلاق.
قدية بلادنا عاصمتنا وبلدنا وبلادنا العربية كلها المنكوبة قدية نحن بحاجة لحب، يعني بمعنى نحب حتى المختلف، يعني ما نحب بس صورتنا بالمراية، نحب الآخر، نتعلم أنه الاختلاف حلو بالحياة، تنوع حلو، مش بالضرورة كلنا نكون نسخة طبق الأصل. قدية بهالمعنى نحن بحاجة لبث قيم حب وخير وجمال وامل والى اخره. كثير استاذ زاهي، يعني هلا اللي عم تشوف اوقات بفكر انه في شغله بلبنان لازم تندرس، هي انه وقت يصير في مصيبه نعم. بتلاقي هالعواطف كلها طلعت، بتلاقي هالمحبه بين الناس، حبيبي انت انا بحبك يا كذا تعالى كذا، بصيروا واحد بينسوا بعد ربع ساعه نعم. يومين ما كانه كان في هالمحبه. يا ريت بنعرف نحافظ على هالروح اللي بتحصل وقت يصير في مصيبه، نخليها معنا كل الوقت. كيف هيدا فينا نعملها؟ عفوا يعني الوقت بلش يدهمنا، بس انا بعتقد انه الخطاب السياسي والاعلامي كثير عم يلعب دور تخريبي، ما عم يلعب الدور. يعني انا بحس الشعب اللبناني احيانا مثل الاناء مثل كبايه الازاز الفاضي، شفاف، بتحطي فيه عصير لونه اصفر بصير لونه اصفر، بتحط عصير لونه احمر. شعب طيب كمان، بس عم يضخ. قد ايه عم تشوف في مكنه اعلاميه عم تبث سموم استاذ؟ هالشيء السلطه انكشفت، نعم، القوى السياسيه كلها انكشفت تعرض، نعم. مش بس انكشفت تعرض، لم يعد هناك ثمه من القوى السياسيه منزهه عند الناس، كل والناس. بس ما بتشوف في تزييف للوعي ومحاوله على الاطلاق؟ نعم. لا لك شغله استاذ، الناس امتلكوا حس نقدي، نحن لحد هلا مش قادرين نلقطه، بده وقت لحتى نلقطه. الناس من خلال التجارب تبعهم والخبرات تبعولهم امتلكوا حسا نقديا عاليا، هذا سوف يعبر عنه في الايام والاشهر والسنوات المقبله. بس ما عم يتعرضوا، عفوا، ما عم يتعرضوا لعمليه غسل دماغ، يعني محاولات من مكنه اعلاميه هائله. انا برايي هذا الموضوع انتهى، عملية غسل الدماغ انتهت مع الوعي الكبير. نعم. لأنه مضطرين الناس يروحوا يعني لقدام مع الحياة، إذا بتوقف محلك بتموت. الناس الحياة عم تحملها من محل إلى محل، عم تتقدم فيها على باستمرار، امتلكت حسا نقديا سوف يعبر عنه في الشهور المقبلة وبكرة منشوف. نعم. بعد معنا ثواني بس من الوقت، كلمة أخيرة لبيروت، لبيروت بما تعنيه عاصمة لبنان وعاصمة العرب وعاصمة الإنسانية، يعني بالمعنى الثقافي والفكري والحضاري. الله يصبر أهل اللي توفوا ويخلينا نضلنا عنا روح الحب والتضامن يلي موجودة هلا، هيدا أنا بالنسبة لي أهم شيء. عبيد، كلمتين. تبقى هاي المدينة خارج زرقة على كتف هذا العالم المحيط فيها. شكرا لحضوركم الجميل، شكرا لكل الفنانين اللي ساهموا اليوم في هذه التحية إلى بيروت، بيروت الجريحة ولكن التي يعني تعرف طريق القيام جيدا. أكرر باسم بيت القصيد والميادين وكل العاملين أحر التعازي لذوي الشهداء وأصدق الدعاء للجرحى والمصابين، واسمحوا لي بعد إذنكم أختم بهذه الكلمات. بيروت زهرة الصواني، أقحوانة التعب، شهوة الغيب ونشوة العناقيد في ثمالة العنب، بيروت أهزوجة العيد ونشيد الأناشيد وكلمة الله في كتاب العجب، بيروت رمانة القلب، كم في غواياتها جنت شعوب وتاه عشاق، سليلة الملح والجرح والوردة الدهرية في حديقة الأبد. زاهي وابي.